1.1. طبعا قبل التطرق وتفصيل هذا هو الفيديو الذي قام بنشره. طبعا هو حاليا الآن يرينا أنه على إصدار 10.2.1. طبعا آيفون 7 ذاكرة 256 جيجا. طبعا هذه الأشياء وكما تطرقت لها سابقا تستطيع أن تقوم بتغيير ملف الإصدار عن طريق الآي فايل أو الفيلز مانجر وتوجه إلى سيستم فيرجن وتقوم بتغيير الإصدار إلى أي إصدار تريد 10.2 وما إلى ذلك. طبعا نلاحظ هنا دخول إلى يعني آي بي. طبعا هذا الاي بي اذا قمت بكتابته حاليا سوف يتم تحويلك الى السورس الخاص بالمطور. طبعا هذه الاشياء التي تحدث الان والدن والتحرك يعني الشاشه التفاعليه you can do it with the C++, يعني تستطيع ان تقوم بعمل مثل هذه الاشياء باستخدام احدى لغات البرمجه C++, دلفي, اي لغه برمجه تستطيع بمثل هذه الاشياء. Waiting for exploit. أنا لا أقول لكم إن هذا شخص مزيف, ولكن كبار الهاكرز واليوتيوبرز قالوا إن هذا شخص مزيف ولا وجود لجيل بريك 10.2.1. مع العلم أن هذا الشخص الذي يقوم بنشر هذه الفيديوهات هو شخص مطور أدوات وليس يعني متخصص في نظام الثغرات أو أي شيء, يعني شتان بين شخص مطور أدوات وكاشف للثغرات يعني مثل لوكا. فعني هل رأينا يعني هل رأينا لوكا توديسكو يقوم بنشر أدوات وإلى يعني لا, هو فقط متخصص في الثغرات وما إلى ذلك. طبعا هو حاليا يرينا ويؤكد لنا أن هذه الإيموجنس موجودة على 10.2.1 وليست موجودة على 10.2, وهي سيدة شغال الآن تمام 100%. طبعا كما قلت لكم هذا الفيديو شارف على الانتهاء, حاليا يؤكد لنا ويشغل التيرمينال والأشياء ما إلى ذلك. كما قلت لكم ان هذا الشخص هو مطور ادوات وليس متخصص في الثغرات والاكسبلويت وما الى ذلك. وكما قلت لكم لم نرى تاكيد من لوكا توديسكو ومن سيرك ومن كبار الهاكرز المتخصصين في جيلبريك, لم نراهم يشاركون هذه التغريدة. هذا اولا, وثانيا هذا شخص هو فقط مطور ادوات يعني يستطيع القيام ب يعني ب C++ او اي شيء, عمل اداه توهمنا مثل ما قام في هذا الفيديو, وتؤكد يعني illusions يعني وهم يخلينا نأكد أن هذا هو الجيلبريك صحيح هو موجود. ولكن يعني خلينا نفكر بإيجابية شوية, إذا كان هذا الشخص هو صحيح وصادق فيما يقول فاللهم يا رب يعني يكون صادق وإن شاء الله يقوم بإطلاق الجيلبريك عما قريب. طبعا هذه الأداة it is wait not fake blah blah blah. يا الله على كل, كما قلت لك إن كان هذا الشخص صادق, لكن أنا 99.99 مثل ديتون 99.99% هذا الشخص مزيف مثل براندو ميلادك. هذا الشخص فقط مطور أدوات وليس متخصص في الثغرات. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو, أشكرك على حسن المشاهدة, أتمنى لكم الاشتراك في القناة إذا كنت غير مشترك, وفورا إظهار يعني إطلاق هذا الجيلبريك إن كان صادق أو لوكا فريق أبو تيم أي جيلبريك صحيح.